الكبد هو عضو معقد وكبير بيقوم بالعديد من الوظائف زي الميتابوليك والهيماتولوجيك ريجوليشن اللي هو تنظيم عملية الأيض والتنظيم الدموي زي التخلص من السموم والبايل برودكشن اللي هو إنتاج العصارة الصفراوية. والكبد هو أكبر أعضاء البطن، فإحنا عندنا البطن بتنقسم إلى 9 مناطق اتكلمنا عنهم في فيديو تجويف البطن. اللي يهمنا بالنسبة للكبد هو إنه بيحتل منطقة الرايت هايبوكوندرياك والإيبيجاستريك وأحيانا بيمتد لمنطقة الليفت هايبوكوندرياك والأمبليكال. طيب بالنسبة لحدود الكبد والأعضاء المحيطة به، بيحيط بالكبد من الأعلى ومن الخارج رايت هيمي دايفرام اللي هو نص الحجاب الحاجز الأيمن، ده بالنسبة للأعلى والجانب الخارجي. طيب بالنسبة للسطح الداخلي، الكبد بيكون محاط بالاستومك والديودونم والترانسفيرس كولون اللي هما المعدة والاثنى عشر والقولون المستعرض. والسطح السفلي للكبد محاط بالهيباتيك فليكشر اللي هو رايت فليكشر اوف ذا كولون. فاضل كده الجانب الخلفي من الكبد وبيكون فيه الكليه اليمنى اللي هي رايت كيدني. دي الاعضاء اللي ليها حدود مع الكبد. الكبد برضو بيكون محاط بكبسوله من نسيج ضم قوي، الكبسوله دي اسمها جليسنزو كابسول، وهي دي الكبسوله اللي بتدي الشكل والصلابه لانسجه الكبد الرخوه. وايضا الكبد محاط بالكامل بالبروتينيوم ما عدا الجزء اللي بيبقى فيه المراره واللي اسمه جول بلادر فوسا، والسطح المواجه للوريد الأقوى في السفلي اللي هو inferior vena cava، ومنطقة كمان اسمها bare area، ودي منطقة موجودة بين الinferior والsuperior coronary ligaments. الليفر بيكون متصل بالحجاب الحاجز عن طريق أربطة وهم right triangular ligament والleft triangular ligament، واللي هم عبارة عن امتدادات من أربطة coronary ligaments. الكبد بينقسم الى فصوص من خلال السيرفس اناتومي وبينقسم الى اقسام من خلال البلاد سبلاي اللي هو الامداد الدموي للكبد. الاربع فصوص المشهوره واللي بيتم استخدامهم كمرجع طبقا للسيرفس اناتومي هما الليفت لوب والرايت لوب والكوديت لوب والكوادريت لوب. فص الكبد الايسر اللي هو الليفت لوب هو الفص الامامي مقارنه بباقي فصوص الكبد، والفص الأيمن اللي هو رايت لوب هو أكبر فصوص الكبد وبيفصل بينه وبين الليفت لوب شرخ اسمه انترلوبر فيشر. والكوديت لوب هو أصغر فصوص الكبد وموجود على السطح السفلي من الخلف، معمول كده زي ساندويتش بين الانفيريور فينا كافا والليجامنتوم فينوزا. الفص الأخير اللي هو كوادريت لوب موجود أسفل الفص الأيسر بين الجول بلادر والراوند ليجامنت. نيجي بعد كده لحاجة اسمها سرة الكبد هايلم اوف ذا ليفر او ما تسمى بورتا هيباتيز، ودي موجودة على الجانب الداخلي للكبد من اسفل، وهي المكان المركزي للأوعية الدموية اللي بتخرج وتدخل للكبد. الكبد بيحتوي على العديد من الجروفز او الفيشرز، يعني شروخ او حفر صغيرة من خلالها بنعرف حدود الفصوص واقسام الكبد. عندنا مثلا فيشر فور ذا راوند ليجامنت بيقسم فص الكبد الأيسر إلى قسم داخلي وقسم خارجي، والفيشر فور ذا ليجامنتوم فينوزم بيفصل بين الكوديت لوب والليفت لوب، والترانسفيرس فيشر أو البورتال فيشر، والإنترلوبر فيشر أو ما يسمى مين لوبر فيشر، وده عبارة عن خط تخيلي بيترسم خلال الجول بلادر فوسا والميدل هيباتيك فين اللي بيتفرع من الإنفيريور فينا كافا. والفشر ده زي ما قلنا بيفصل بين الفص الأيمن والأيسر. طبقا للأوعية الدموية المغذية للكبد بيتم تقسيمه إلى 8 أقسام، وده بيساعد جدا الجراحين في عمليات الاستئصال الجراحي لأي قسم منهم. عالم التشريح الفرنسي كوناد قسم الكبد إلى أقسام معتمدا على تفرعات البورتال والهيباتيك فينز. أوردت الكبد الرئيسية الثلاثة المتفرعين من الانفيريور فينا كافا بيقسموا الكبد طوليا إلى 4 أقسام. الميدل هيباتيك فين بيقسم الكبد إلى فص أيمن وفص أيسر،
والفص الأيمن بينقسم إلى قسم أمامي وقسم خلفي عن طريق الرايت هيباتيك فين، والفص الأيسر بينقسم إلى قسم داخلي وقسم خارجي عن طريق الليفت هيباتيك فين. كل قسم من الأربعة دول بينقسموا بعد كده عرضيا بواسطة الرايت والليفت بورتال فينز، فيبقى عندنا 8 أقسام. كل قسم منهم بيعتبر منفصل وظيفيا، وكل قسم بيبقى له الفرع الخاص بيه من الهيباتيك أرتري ومن البورتال فين ومن البايل داكت، وكل قسم بيعمل درينج بشكل منفصل عن طريق فرع من الهيباتيك فين الخاص بيه. الكبد بيستقبل الدم الغني بالعناصر الغذائية من القناة الهضمية عن طريق نظام اسمه بورتال هيباتيك سيستم. الوعاء الدموي الرئيسي للسيستم ده هو البورتال فين، وبيتكون في منطقة الريتروبروتينيوم نتيجة اتحاد كل من السوبيريور ميزنتريك فين والاسبلينيك فين. بيدخل البورتال فين للكبد عن طريق سرة الكبد اللي هي بورتا هيباتيز. عند البورتا هيباتيز بيتفرع البورتال فين الى فرعين رئيسيين، رايت مين بورتال فين وليفت مين بورتال فين. الرايت مين بورتال فين بيخرج منه تفرعات بتغذي الكوديت لوب اللي هو سيجمنت 1، وبعد كده بينقسم الى انتيريور وبستيريور برانشز، وكل واحد منهم بينقسم الى سوبيريور وانفيريور، فيبقى كده في 4 تفرعات بيغذوا السيجمنت الخامس والسادس والسابع والثامن. والليفت مين بورتال فين بيغذي الباقي، وهم السيجمنت الثاني والثالث والرابع. ساعات بيحصل حاجه اسمها بورتال هايبرتنشن، وده سببه انسداد في السيستم ده اللي هو بورتال هيباتيك سيستم. في الحاله دي ممكن تسبب سبلينوميجالي اللي هو تضخم في الطحال، وممكن برضو تسبب اسايتس اللي هو استسقاء او ارتشاح في البطن. واشهر الحاجات اللي بيسببها البورتال هايبرتنشن هو السيروسيس اوف ذا ليفر اللي هو تليف الكبد. الكبد عضو مختلف شوية بخصوص الأوعية الدموية والإمداد الدموي، لأنه ليه مصدرين بيمدوه بالدم. بيستقبل الكبد الدم الشرياني اللي هو بنسبة 20-25% من الكومن هيباتيك أرتري، وبيستقبل دم وريدي غني بالعناصر الغذائية بنسبة 75-80% من البورتال فين. خلصنا البورتال فين في البورتال هيباتيك سيستم. نيجي بعد كده للكومن هيباتيك أرتري. الكومن هيباتيك أرتري هو فرع واحد من الثلاث أفرع اللي بيخرجوا من السيرياك ترانك. فبعد ما يخرج الكومن هيباتيك أرتري بيتجه لليمين ناحية الكبد، ويتفرع لفرعين بروبر هيباتيك أرتري وجاسترو ديودينال أرتري بالظبط فوق الديودينم اللي هو الاثنى عشر. البروبر هيباتيك أرتري قبل ما يدخل للكبد من خلال البورتا هيباتيز بينقسم إلى رايت هيباتيك أرتري وليفت هيباتيك أرتري، واللي بيستمروا بعد كده في التفرعات والانقسامات علشان يغذوا فصوص وأقسام الكبد. الرايت هيباتيك أرتري أكبر من الليفت وبيغذي معظم الفص الأيمن للكبد، والليفت هيباتيك أرتري بيغذي الكوديت والكوادريت والميديال واللاترال سيجمنتس أوف ذا ليفت لوب أوف ذا ليفر. فاضل كده تصريف الوريد للكبد، واللي بيتم عن طريق انترلوبر أند انترسيجمنتال هيباتيك فيسلز، أوعية دموية بالتحديد أوردة صغيرة بين فصوص وأقسام الكبد بيتحدوا مع بعض علشان يكونوا الأوردة الرئيسية الثلاثة، واللي بينقل الدم مباشرة بعد كده إلى الانفيريور فينا كافا، ومكان اتصالهم بيه بالظبط تحت الحجاب الحاجز. الرايت هيباتيك فين هو أكبر وريد فيهم، وبيعمل درينج للقسم الخامس والسادس والسابع، والميدل هيباتيك فين بيعمل درينج للقسم الرابع والخامس والثامن، وأصغر وريد وهو الليفت هيباتيك فين بيعمل درينج للقسم الثاني والثالث. القسم الأول بيعمل تصريف مباشرة للإنفيريور فينا كافا عن طريق أوردة كبدية صغيرة. عادة الليفت والميدل هيباتيك فينز
بيتحدوا مع بعض ويكونوا common trunk قبل دخولهم إلى الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا بيقع داخل جروف على السطح الخلفي للكبد، وبينتقل من تجويف البطن إلى تجويف الصدر خلال ممر اسمه كافال هايتس، وبعد كده يدخل إلى اللوزين الأيمن في القلب.